حبايبي الحلوين، وحشتوني قوي قوي قوي. النهارده ان شاء الله هنقول حدوته جديده، والناس بتبقى ايه السنه الدراسيه الجديده. ربنا ان شاء الله يجعلها فتحه خير عليكم، وكل حاجه تكون ان شاء الله سهله فيها باذن الله. هنقول حدوته عن مين؟ عن عمر الولد الجميل. هنشوف عمر عامل ايه في المدرسه اول يوم النهارده. عمر الجميل صحي من النوم، طبعا مش قادر يروح المدرسة عشان أول يوم، وزي ما احنا متعودين يا حبيبي كلنا بقينا نسهر جامد ومش قادرين نصحى. بس ايه عمر، أول ماما قالت له لا يا عمر احنا النهاردة أول يوم المدرسة انت نسيت، راح عمر افتكر بيحسب نفسه ان هو اجازة، راح قام على طول وراح قام متوضى وصلى وراح قال لها يا ماما انا جاهز. وقالت له لا يا عمر لازم الأول ايه، قال لها يا ماما اشرب اللبن. عمر الشطور راح شرب كوبايه اللبن وراح لبس اللبس بتاع المدرسه وراح نزل يركب الايه، نزل يركب الباص. قال لها سلام عليكم يا ماما، وراح واخد بعضه ونازل وركب ايه الباص وراح المدرسه. راح المدرسه بقى كل انتوا عارفين بقى كل الاصحاب اللي عايز يقعد على اول ديسك، ودوت زعلان ودوت زعلان. عمر الشطور راح قال للميس من فضلك يا ميس انا عايزه اعرف انا عايزه اقعد فين. قالت له يا عمر انا نادي الاسامي وتعرف مكانك فين. فعلا راحت الميس ناديت الاسامي وراح عمر قعد في تاني ايه في تاني ديسك، وكان مبسوط ولا زعل ولا اتضايق بقى لازم يقعد في اول ديسك. وعمر الشطور الميس شرحت الدرس وقالت لهم يا حبايبي انا بشرح الدرس، وبعد كده انا عايزه تاني يوم الكراسه تيجي حلوه ومتنظمه وعاملين ايه الواجب. العيال قالوا له حاضر يا ميس، وراح الجرس ضرب وراحوا نزلوا بقى فسحه يلعبوا وياكلوا السندوتش بتاعهم. عمر الشطور مع ايه، عمر الشطور راح مسك المعقم وعقم ايديه الاول عشان ايديه تبقى حلوه مش متلوثه من الاكل، وسمى بسم الله الرحمن الرحيم واكل السندويتش. وبعد كده راح ايه طلع على الفصل وكملوا وقت اليوم، وراح هما ماشيين بقى راحوا يركبوا الباص. روح على ماما، يا ماما يا ماما يا ماما. قالت له تعالى يا عمر يا حبيبي. قال لها انا فرحان قوي يا ماما، انا فرحان النهارده اليوم كان جميل، وقفنا في الطابور وقلنا تحيه العلم وطلعتي على الديسك والميس نظمتنا وقعدنا، وانا يا ماما خلاص انا بقى ليا اصدقاء حلوين في قلب الفصل، انا فرحان قوي يا ماما فرحان، انا كنت خايف من المدرسه. قالت له لا شاطر يا عمر المدرسه حلوه. قال لا يا ماما انا فرحان جدا. وعمر الشطور دخل حط الشنطه بتاعته وراح مشطف وراح ايه يا حبايبي، راح كل قال بسم الله الرحمن الرحيم وكل وغسل ايديه. وراح اول ما دخل يا حبايبي ما تنسوش ان هو لما قلع على اللبس بتاعه، اهم حاجه ان احنا نكون منظمين نعلق اللبس بتاعنا ونشيل شنطتنا مكاننا عشان نبقى منظمين. قعد بقى عمر راح قعد على المكتب بتاعه وطلع الجدول بتاعه وقال بسم الله الرحمن الرحيم، وقعد بقى يسطر الكراسه بتاعته بالتسطير الحلو، وقعد قال بسم الله الرحمن الرحيم وابتدى الدرس بتاعه. وياريت كلنا نبقى شاطرين زي مين، زي عمر. قعد يكتب الدرس وخلص، وبعد كده خلص وحضر الجدول بتاع تاني يوم. مش تاني يوم بقى قعد يدور في عيال مهمله ويدور على الكاريس ويدور على جدول، لا حضر الجدول بتاعه في قلب الشنطه الشطور عمر. وبعد كده راح نام وسبح تاني يوم ايه هيروح المدرسه يبقى منظم. يبقى كده ايه عمر ده شاطر، نتعلم ان احنا لازم ننظم نفسنا رايحين المدرسه، ولما نيجي نعلق هدومنا وبعد ما نخلص واجبنا نحضر الجدول عشان نبقى ايه منظمين ومرتبين. نقول شاطر يا عمر، وان شاء الله نتقابل حدوته جديده من حواتين تانونا. سلام باي.